استيقظ سكان بلدية توريث إغيل في دائرة أدكار بولاية بجاية إثر حادثة مروعة جراء حرق وتخريب مقر البلدية من قبل أشخاص مجهولي الهوية. سي دوماج يعني ديرين العباد يخدمن دي زاك تاع اميغيان شوفي ربي مازال يعني كليزانيني التيروريزم نوال التيروريزم الحمد لله يفك الجزائر وقيل مازال تكثوريت غير مازال نسعى ذاك العباد عاولين دي وسخروا في وسرغي عاولين دي وكن يعني هذا جن لا كومينور ليتا دانسيكوريتي. عمل بربري وهمجي ليس بسابقة حيث عرف نفس المقر فيما سبق وبالضبط في سنة 2014 نفس المصير. عمل إجرامي أعادها الكرة أشخاص اقتحموا مقر بلدية توريث إغيل ولحد الآن تجهل الأسباب الحقيقية الذي دفعتهم لفعل هذا العمل الهمجي. On se rend à Mec, mais c'est la deuxième fois. En 2013 déjà, Fadrat, Sargant, Degyakian, l'immense personne ici Sargant. وفي انتظار انتهاء التحقيقات اللازمة لمعرفة خبايا هذا العمل الإجرامي والذي يتمثل في حرق وتخريب مقر بلدية توريث إغيل، عبر المجتمع المدني والسلطات المحلية عن إدانتهم لهذا العمل الإجرامي.